مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء من قلب مستشفى بوافي. في هذه اللحظات كاين السائق اللي دار حادث سير بالسيارة ديالو هو والسائحة الأجنبية، راه كيتواجدوا بالمستعجلات بوافي من أجل تلقي الإسعافات الأولية. شفنا الحادث ديال السير الخطير اللي داروه واللي كان ممكن ان يودي بحياه ديالهم ويودي بحياه ديال مجموعه من الاشخاص، والسبب هو التهور والسرعه والسياقه في حاله غير طبيعيه. بنادم تيكون شارب ولا في حاله غير طبيعيه وتيسوق السياره ديالو، كان جايب واحد السرعه مفرطه، تقاطع ديال شارع دو مارس مع انوال، والناس متوقفين في الفروج، هو باغي يدوز هو الاول، فاذا بك كيصطدم السياره، ومن بعد ديك السياره كتصطدم جوج ديال الطاكسيات وكيتقلب في السكه ديال الترام. يعني كان ممكن انه يودي بالحياه ديال مجموعه من الاشخاص لولا الالطاف الالهيه. والشكر موصول بطبيعه الحال للسلطات الامنيه، لرجل الامن ديال شرطه المرور اللي كان بعين المكان واللي ساعدهم وقلب السياره رجعها الوضع ديالها الطبيعي، وايضا الوقايه المدنيه اللي جات بسرعه وجابتهم من اجل تلقي الاسعافات الاوليه، ولا الشرطه ديال حوادث السير. اذا مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات رجال الامن كيتواجدوا بالمستشفى ديال بوافي فين كاين المواطن المغربي والسائح الاجنبيه اللي داروا حادث سير خطير على مستوى دو مارس تقاطع انوال. راكم شفتوا السياره كيفاش ولات تخمجات كلها، ولي زيرباك مام اكتيفيين، ولانها تقلبات ولات كلها دمايات. وحفظ الله، هي كانت مضروبه في راسها السائحه الاجنبيه، ولكن الحمد لله راها دابا في صحه جيده، وايضا حتى السائق حتى هو راه في صحه جيده. اذا مشاهدينا الكرام، تنبغيو نشكروا بطبيعه الحال رجال الامن على المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها، واكيد تنعرفوا ان السياقه في حاله غير طبيعيه راها تستوجب الاعتقال. وايضا بعض الاحيان سحب الرخص ديال السياره او رخص السياقه عفوا. الحمد لله على سلامتهم، هذا هو المهم. تنشوفوا في هذه اللحظات ان رجل الامن راه واقف خدامين الناس على شغلهم، برافو عليهم الناس اللي كيديروا الخدمه ديالهم. ان حسب المعلومات اللي توصلنا بها ربما سيتم يعني النقل ديال السائحه والسائق اللي كان معها الى الدائره الامنيه من اجل استكمال الاجراءات، وخصوصا كيف ما قلت لكم ان بعض المعلومات كتقول بانهم كانوا في حاله غير طبيعيه، خصوصا السائق لانه هو اللي كان سايق في حاله غير طبيعيه، بالتالي راه الامن غيدير الخدمه ديالو. مشاهدينا الكرام، غنختم معكم هذا البث المباشر على امل ان نتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله.